واليوم واليوم نقول لهذا الاحتلال بأن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد وتحت راية العرب الفلسطيني، فلتتوحد كل الجهود في وجه الإدارة الأمريكية، في وجه الاحتلال، في وجه الأنظمة الخائنة المتعامرة على قضيتنا في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي غزة. نفس السلاح ونفس الرصاص الذي يستخدم من قبل الإدارة الإمبريالية الأمريكية، واليوم يتآمر بكل وقاحة على شعبنا الفلسطيني لنصب السفارة وبقتل أبناء شعبنا الفلسطيني. هذا الاحتلال وهذه الهمجية التي تمارس بحق أبناء شعبنا في غزة وفي كل أنحاء الضفة الغربية على وحيها مؤامرة واضحة بإرادة عربية وبأيدي إسرائيلية وأمريكية. فلكم الخزي والعار، ستبقى على جبينكم أيها العرب. ومن هنا من جبل النار نناشد كل الشعوب العربية، نناشد الشوارع العربية من أزقة وشوارع وميدان الشهداء في نابلس أن تناصروا إخوانكم، أن تناصروا إخوانكم وشعبكم شعب فلسطين. والآن ندعوكم إلى صلاة الغائب على أرواح شهدائنا الذين هم أقرب منا جميعا، وعلى دربهم وعلى دربهم وعلى دربهم سائرون. السلام عليكم ورحمة الله.